تواجدك مع النادي الاهلي تقريبا حضرتك ما ريحتش، ما خدتش اجازه. لا انا ما ريحتش جمله يعني، من كان الفرح يوم 24 ايوه 6، يوم 25 الطياره، يوم 26 تمرين، بعد يومين نص سيمي فاينل كاس ضد الاسماعيلي. يعني الامانه هنا ممكن يعني تضحيه كبيره للاعب، ده ممكن نفس المباراه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها مع مستر مانويل ولا كانت مباراه مختلفه؟ لا مع مستر مانويل هي المباراه دي اللي قال حضرتك اول مباراه هتكون موجود فيها مباراه الاسماعيلي. لا، هو لا هذا بعد، هذا بعد 6 شهور. لا انا اول يعني الاثنين كانوا ماتش اسماعيلي. اسماعيلي اول ماتش حضرتك كنت موجود فيه في النادي الاهلي كان ماتش اسماعيلي، والماتش اللي كان بعد جواز حضرتك كان ماتش الاسماعيلي. اسماعيلي كان سيمي فاينل كاس كاس مصر، لكن وقتها معناها احنا في تونس قال لي عندك 4 ايام تتزوج فيهم، مش كيما في مصر 4 ايام او اول بعد لازم تكون موجود، لكن ما تكونش موجود خصومات، انت تعرف النادي الاهلي. فكنت يعني لازمني نجي، كانت الامر ما كان سهل، لكن قوه الامانه يعني في الفرح يوم الاثنين يعني بعد الفرح بيوم كان مازال ما عنديش تاشيره لمراتي، وكان لازمني سبتهم كلهم وجيت على هنا لوحدك. لا هي جيت معايا، لكن انا القوه بتاع النادي الاهلي انه وفر كل شيء، انه حتى وفر من وفر حتى صح. من الطياره تاخرت، كانت 4:30 تاخرنا للسته، يعني كانت هنا بطبيعه الحال السفاره المصريه والنادي الاهلي كان كله متعاون انه طبعا، كله بتعاون باش انا نكون موجود. هنلبي الحمد لك لله. كل احتياجاتك. لا لا والله. تعال روح.